وخلينا برضو استعرض بحضراتكم مشوار الاهلي في كاس مصر لسيدات الطائره. يعني في دور ال 16 النادي الاهلي فاز على الطيران بنتيجه 3-0. ده كان اول لقاء لينا في تصفيات كاس او ادوار كاس مصر دور الثمانيه. صعود الاهلي طبعا مباشره لان الفرقتين الطرف الثاني في دور ال 16 اللي كانوا 6 اكتوبر واصحاب الجهاد كان المفروض واحد يتاهل منهم، ولكن الاثنين انسحبوا فالاهلي كان باي دور الثمانيه. دور الاربعه ودور قبل النهائي كان فوز الاهلي على سبورتنج بنتيجه 3-0، المباراه تابعناها يوم الجمعه الماضيه على صاله نادي سبورتنج. مشوار نادي الصيد للوصول طبعا الفاينل برضو مستعرضه مع حضراتكم. الصيد فاز على سموحه بنتيجه 3-2 وكانت مباراه قويه. دور الثمانيه فاز على الشمس 3-0، ودور نصف النهائي فاز على الزمالك 3-0. يمكن مشوار الصيد كان اصعب منا كتير. انا كابتن كتير بكتير، بس يعني بس برافو عليهم يعني لاعبين 3 ماتشات يعني 3 ماتشات يعني لا والشمس والزمالك صح يا كابتن؟ لا صح طبعا. يعني انا دلوقتي لما استعرضت انا طبعا عارف ان هم لعبوا الزمالك، بس الحقيقه ما كنتش اعرف هم لعبوا مين قبل كده. بس بجد يعني برافو عليهم. لا هم هو فرقه كويسه جدا، فرقه طالعه صغيره وفرقه كويسه وعندها حماس اللي هي تكسب وتلعب وتشارك في حاجات سواء افريقيا. انا كنت سامعه ان هم عايزين يشاركوا في افريقيا، يعني هم هيحاولوا. هم مش محترف. لا ما همش محترف، ما بالك بقى لو جالهم محترف. هم معاهم كمان مدير فني يعني ما شاء الله، يعني كابتن احمد فتحي من الناس اللي على المستوى يعني الشخصي وعلى المستوى الفني والمهني يعني من الناس الرائعين. يعني احنا اتمرنا معاه طبعا في المنتخب. دي لقطات يا كابتن من الاهلي والطيران، ماتش الاهلي والطيران اللي كان في دور 16 في كاس مصر. دي كانت لقطات منه، كانت كاميرا الابطال هناك، كنا خدنا لقطات مستعرضه مع الساده المشاهدين. انا اسف يا كابتن ندى قطعتك. لا فكنت بقول لحضرتك يعني ان كابتن احمد فتحي يعني من الناس اللي دقيقه قوي في شغلها وبيحب اللعبه وبيحب الفولي وعايز يحقق حاجه وعايز يطلع جيل يفيد المنتخب قبل ما يفيد النادي بتاعه. فهو يعني دؤوب جدا في شغله، زي ما احنا شايفين هو النتائج باينه. هو مش بس فريق الدرجه الاولى، هو عنده قطاع ناشئين هايل، خد بطولات ليهم. قطاع ناشئين هايل في مرحله هو كان حتى مرحله 18 سنه وما كانوا يعني برضو الاهلي خد بطوله الجمهوريه 18 سنه بعد مباراه صعبه جدا مع نادي الصيد. صح. فهو وكانت السنه اللي قبليها نادي الصيد هو اللي واخد البطوله، فهو محقق نجاحات كبيره جدا. بس خليني اقول حاجه بقى، معلش عايز حضراتكم تشاركوني فيها. طبعا حضراتكم كباتن مصر ونادي الاهلي ولعبتوا سنين طويله وحصلتوا على بطولات، يعني يعني ما شاء الله الكباتن اللي معايا في الاستوديو يعني لو حطينا السيفيهات مع بعض ممكن نخش في 50 60 بطوله، اللهم صل على النبي.